للتعليق على هذا الصباح الجميل تنضم إلينا الصحفية المصرية أسماء شكر. أستاذة أسماء أهلا وسهلا بحضرتك. هذا النظام بقى ديدان والتسول من الشعب، وكأن الشعب هو الذي منوط به حل المشاكل وليس النظام، تعليق حضرتك. خليني في البداية أرحب بيك وأرحب بالسادة المشاهدين. طبعا هو الواقع دلوقتي في مصر مريض جدا، ويمكن معظم الشعب المصري اهتماماته في الفترة اللي احنا فيها ديت هي فعلا الأسعار بسبب التضخم العالي جدا، وفعلا الأمر بقى صعب على الأسر المصرية بشكل كبير، ونقطة تآكل الطبقة الوسطى دي تحديدا ليها تداعياتها على المجتمع بشكل كبير جدا، ويمكن احنا شفنا فعلا اختفاء او التآكل بتاع الطبقة الوسطى. مصر طول عمرها معظمها او الغالبية من المصريين هم الطبقة الوسطى، لكن للأسف بعد الأزمات، وطبعا الأزمة الاقتصادية هي تداعيات للأزمة السياسية والممارسات السياسية وكل شيء من السلبيات اللي حصلت والكوارث اللي حصلت على مدار السنوات الماضية، ولكن تحديدا في الفترة اللي احنا فيها دي اللي بيدفع الفواتير منذ اللحظة الأولى هو الشعب المصري، اللي شفناه مع التضخم الكبير مع التداعيات اللي بتحصل. يعني أنا عايز أقول لك إن المصريين ثقافتهم حتى في الاقتصاد بسيطة جدا جدا، ويمكن الاقتصاد احنا ما كناش بنهتم بيه لان الامر يعني كان في كوميك منتشر كتير جدا ايام مبارك، وطبعا احنا مش بنترحب على ايام مبارك ولا حاجة، ولكن هي حقيقة ان هو بيقول على لسانه يعني الكاريكاتير: انتوا المصريين كانوا على ايامي ما يعرفوش يفرقوا ما بين البنك المركزي وما بين الامن المركزي. ودي حقيقة فعلا، إن حتى لو كان في فساد وكان في فساد وهو أصل الفساد والأزمات اللي احنا فيها، ولكن الوضع اللي احنا فيه غير مسبوق. الأزمات اللي احنا فيها دلوقتي غير مسبوقة. الشكاوى يعني الناس ما بتتكلمش بقى من ناحية سياسية، ما بتتكلمش من أي ناحية، ولكن الأزمات الصعبة جدا اللي بتمر بيها الأسر المصرية ملحوظة بشكل كبير. لما تتضاعف السلع الغذائية الأساسية تتضاعف بهذا الشكل، حاجات تضاعفت 100%، البيض والحاجات البسيطة، الست المصرية اللي عايزة تفطر ولادها وتعمل الغداء بتاع ولادها، اللي هي الحاجات البسيطة جدا، الحاجات اللي المفترض ان دي متوفرة في كل بيت. يعني عايزة اقول لك احنا لما بنشوف مثلا الدول اللي بره وفي اوروبا وفي امريكا في بيزكس كده بتكون ان الحد الادنى موجود، الحد الادنى ده بيتكفل وجود السلع الغذائية الأساسية في البيت. يعني ما فيش حاجة اسمها طفل ما يصحاش ما يلاقيش الفطار بتاعه، ما يلاقيش اللبن بتاعه، ما يلاقيش البروتين اللي جسمه محتاجه. يعني حتى دلوقتي السيدة اللي جاية في التقرير بتاعكم بتتكلم إن هي لو عايزة تستبدل اللحوم أو الفراخ تستبدلها بالبيض نفسه، فأنت بتتكلم في أسعار خرافية. بتتكلم حتى الزيت، حتى العدس نفسه، يعني أنا لسه يعني فوجئت بسعر العدس إن هو ب 50 جنيه، رقم كبير جدا جدا وكبير على الأسرة المصرية. وبقت الأسر دلوقتي للأسف الشديد احنا شايفين الإعلام عبارة عن متسول بشكل كبير لصندوق تحيا مصر، بنشوف إن الإعلام والمنصات الإعلام المصري كلها عبارة، يمكن أنا كنت متابعة امبارح بيحاولوا يجيبوا فيديوهات قديمة جدا من كذا سنة إن في مش عارفة مدرس بيصور نفسه في المدرسة، وده منشور تقريبا في المصري اليوم او صدى البلد، وان هو بيشتغل شغلانتين، شغل ان هو بيشتغل بنا وشغل ان هو بيشتغل مدرس. يعني كانه كلها رسائل ان الشعب هو اللي يدفع الفواتير، ان الشعب هو اللي يتحمل كل تداعيات الازمات اللي بتحصل، ان الشعب يتصرف ان هو يشتغل بدل الوظيفه اثنين وثلاثه واربعه. التآكل فعلا الطبقة الوسطى دي برضو نفسيا على الشعب المصري شديدة جدا. يعني ناس كانت بتعرف مكفية بيتها، ما بتحتاجش حاجة من حد، الدنيا ماشية يعني يدوب هي ماشية، ولكن هي ماشية. لكن دلوقتي احنا بنتكلم في أزمة كبيرة غير مسبوقة في كل الأسعار. أسماء، في ظل هذه الأزمة اللي حضرتك بتتكلمي عنها والمواطنين والشعب يعني المصريين بيتكلموا عن هذه الأزمة وكثير من الأزمات
وفعلا الناس مش لاقيه تاكل، بتطلع الحكومه دائما والمسؤولين يبرروا هذا الفشل ويقولوا والله ان المشكله عند التجار، هم اللي بيغلوا السلع، المشكله عند التجار اللي بيحتكروا، واحنا بنطالب التجار. وسمعنا، لو حضرتك سمعتي نقيب الجزارين يوسف، مش عارف اسمه يوسف ايه كده، كان بيتحدث، هو كمان بيقول يا جماعه الناس لازم تصبر. فتعليق على مثل هؤلاء. يعني طبعا هي مبررات يعني بيحاول الحكومه بتحاول تبثها باي شكل، سواء بالاعلام، سواء يعني نقيب الجزارين المفترض ان هو يكون صوت ليهم، صوت باسم المواطن، ان هو يقارب الامر شويه، ان هو يخفف الازمات من ناحيه المواطن، من ناحيه الحكومه وليس من ناحيه المواطن، ان هو يوجه الكلام وانتقاداته للحكومه. لكن للأسف احنا بنشوف الواقع غير كده خالص. لما نشوف تصريحات مصطفى بكري مثلا وهو ما زال يتسول كالعادة، وما زال يعني طبال لكل الأنظمة، وما زال ان هو بيكذب بشكل كبير جدا ان هو تبرع وفلان تبرع وان تحيا مصر هي اللي بتحل الازمه والى اخره. احنا عايز اقول لك ان كان في تصريحات امبارح للحكومه ان ما فيش ازمه دولار، ما فيش ازمه كذا، ده السيستم اللي احنا متعودين فيه في كل الازمات. لكن تحديدا في الاقتصاد تحديدا، يعني عايز اقول لك ان ممكن الناس تختلف في امور سياسيه، في امور اجتماعيه، في ناس تعمل نفسها مش واخده، في قبضه امنيه، لكن انت ما بتتكلمش دلوقتي على الحاجات دي كلها، انت بتتكلم على حاجه لمسه الشعب المصري بلا استثناء ولمساه بقوه في هذه الفتره. لما تطلع الاسعار، يعني انا لما بتواصل مع اصحابنا واهالينا في مصر، الحوار والمكالمه بتكون متركزة بشكل كبير جدا على أسعار السلع الغذائية، على أزمات كتيرة جدا جدا في اختفاء بعض السلع. السلع أو البطاقات التموينية اللي هي المفروض حق من حق كل مواطن مصري إن هو معاه البطاقة التموينية دي نفسها، البطاقة التموينية ما تلاقيش فيها اللي هي السلع المفترض تكون مفيدة للإنسان. إحنا عندنا بتلاقي البطاقة التموينية اللي بقالها سنين دي بيوزعوا فيها رز وسكر ومكرونة والحاجات بتاعتهم دي، طب فين البروتين اللي هو مفيد للشعب المصري؟ الشعب المصري عنده نسبة سمنة عالية جدا، ارتفاع أعداد المصابين بالسكر بشكل كبير جدا، والضغط والكوليسترول، لأن الأكل فيه سوء تغذية، في سوء تغذية كبير جدا. بس لما سوء التغذية يطال الأطفال ويكون يعني الأطفال مش لاقيين، حتى أنا فاكرة زمان وإحنا صغيرين في المدارس كان في حاجة اسمها، في المدارس الحكومية كان في حاجة اسمها وجبات للأطفال، الكلام ده مش موجود، يعني هم منعوه حتى من المدارس والأسر. إحنا بنتكلم بشكل إنساني بحت، الأسرة المصرية دلوقتي تحت ضغط شديد جدا جدا، في أطفال مش مدعومة من أهاليها ومش مدعومة من الحكومة نفسها، والحكومة كل رسائلها ما هي إلا يا إما تسول يا إما لازم تستحمله، الفترة الجاية هتبقى صعبة زي نقيب الجزارين ما بيقول، الفترة الجاية صعبة فلازم محتاجين صبر. والمصريين أصلا على مدار العشر سنين اللي فاتوا دول يعني صبرين. أسماء، هو نقيب الجزارين لما قال هذا الكلام النهاردة، الحقيقة هذا ليس كلام نقيب الجزارين فقط، يعني رئيس الحكومة بيقول كده، ورئيس وعبد الفتاح السيسي بيقول كده، والنظام كله بيقول كده. يعني امبارح في اليومين اللي فاتوا في بعض المؤتمرات طلع وقال ان احنا يا جماعة لازم نصبر شوية وكفاية ومصر تستحق. انا هو السؤال بس، يعني الى متى سنصبر وبقالنا تقريبا 10 سنين سمعنا كلمة 6 شهور وسمعنا كلمة سنتين وسمعنا كلمة 3 سنين ودلوقتي احنا وصلنا ل10 سنين، الى متى يصبر الشعب المصري؟ يعني خلينا نقول وننحي اي ايديولوجيات واي مواقف من النظام بشكل كبير جدا عن الموقف اللي احنا فيه، ولكن خلي الواقع هو اللي يتحدث هو اللي يتكلم. على مدار العشر سنين وبالذات في الفترة الأخيرة ومن أول وبداية 2023 والأزمات كبيرة جدا جدا، والرسائل يعني بتشتد حدة إن الناس تصبر، إن الناس ما تشتكيش، إن الناس إن في تحديات. والعجيب في الأمر إن هم بيطلعوا يتكلموا على إنجازات، على إنجازات نظام، على إنجازات حصلة ويلمسها الشعب المصري، مع أن الشعب المصري لا يلمس إلا الفقر، لا يلمس إلا الأزمات، لا يلمس إلا بكاء ومشاكل وأمور مختلفة جدا وضغوط كبيرة لها تداعياتها الاجتماعية ولها ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع وأمور كتيرة جدا بسبب الملف الاقتصادي. مصر دلوقتي في أزمة كبيرة جدا،
الشعب المصري مش من أولويات الحكومة، الحكومة ليها تركيزها في أمور أخرى، بيرفعوا رواتب العسكريين، بيرفعوا رواتب بعض الناس المحسوبين على النظام، الإعلاميين، كل من يعني يستخدم في النظام بيكون مستفيد جدا جدا من مصر وخيراتها. الشعب المصري مش في أولويات الحكومة إطلاقا، وبالتالي شايفين أزمات لا تنتهي، لكن الوضع في اللي احنا فيه أسعار اللي يحكم فيها للأسف المواطن اللي عايش في مصر دلوقتي أزمات متتالية، ارتفاع متى السلع تنتهي؟ امتى تنتهي الأزمات؟ تنتهي مع، يعني أنا من وجهة نظري ما كنتش عايز أتكلم من الناحية السياسية، لكن هي هتنتهي مع انتهاء النظام، انتهاء النظام أو انتهاء هذه السياسة أو انتهاء الحكومة، بس انتهاء يا اسماء، هو السرقة. النظام بيروج لعكس ذلك. هو النظام دايما يقول ان احنا حققنا طفرة في الجانب الاقتصادي، وحققنا طفرة في الجانب الصحي، وحققنا طفرة في الجانب التعليمي، ويحقق طفرات في كل تصريحاته، فهو شايف ان الامور كويسة. اتكلموا براحتكم يعني. يعني هو بيروج كده والامر في ازدياد، بس الامر مش منطقي، واللي يرد عليه المواطنين في مصر لما بيطلع يتكلم على، او الاعلام بيحاول ان هو يروج، او الدعايه ان هو في تطور حصل، في انتعاش حصل في مصر، لا، مصر فيها فقر فظيع، فيها ارتفاع مستوى الجريمه فظيع، في تداعيات الملف الاقتصادي كبيره جدا جدا ومحتاجه سنوات لعلاجها واصلاحها. اللي بيحصل في مصر دلوقتي حرام بجد، الشعب المصري يعني بيعاني معاناة غير مسبوقة، مش علشان احنا ضد النظام وضد الحكومة الحالية وضد ما يحدث في مصر، لا، الأمر أكبر مننا وأكبر من كده بكتير. والعجيب في الأمر إن الحكومة لا تبالي برأي الشعب، لأن هي عاملة قبضة أمنية شديدة جدا جدا، فبالتالي جعلت إن المواطن لو فكر إن هو يشتكي أو فكر إن هو يتذمر على شيء بيتم اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، بتشويه سمعة مصر و و و إلى آخره، لكن الوضع سيء، ده واقع، أزمات موجودة، ده واقع جدا. سقوط الجنيه المصري بالنسبة للدولار بهذا الشكل يعني سابقة ما شفناهاش قبل كده، الأمر فعلا خطير جدا وتداعياته لسه كمان أسوأ. الحاجة الوحيدة اللي هم صدقوا فيها في ترويجها إن القادم أسوأ، هو ده فعلا، مع إن ما فيش، المفترض إن ما فيش خطاب إعلامي يعمل كده، لكن دي شفناها، إحنا محتاجين صبر عشان اللي جاي أصعب. فيعني هو لما يقول كده يبقى هو يعني شايف الأزمات اللي لسه كمان مش متكشفة للشعب المصري. لا بس يبدو يا أستاذة أسماء، من تصريحات بعض الإعلاميين مثلا زي بسمة وهبة اللي اتبرعت، وقبلها ياسر جلال طبعا، وانت عارفة ان ياسر جلال لازم يتبرع، وبعدهم مصطفى بكري اللي بيدعو المواطنين للتبرع، هم حاسين، يبدو ان هم حاسين ان في أزمة، او صدرت لهم التعليمات أن يقوموا بمثل هذه الأفعال حتى يعني يهدئوا من الشعب المصري. فتعليق حضرتك على فكرة صبح على مصر ب 100 جنيه اللي بيقترحها الأستاذ مصطفى بكري. هي كانت الأول لو احنا فاكرين كانت صبح على مصر بإيه؟ بجنيه، بجنيه. ودلوقتي صبح على مصر ب 100 بقى. فدي لأن الأزمة كبيرة وهم ماشيين برسالة واضحة جدا جدا إن هم يحاولوا يروجوا إن رموز الإعلام ورموز المجتمع ورجال الأعمال وغيره بيتبرعوا لصندوق تحيا مصر، وفي كلام كتير وفي تصريحات كتير كمان على المصريين بالخارج، وإن هم لو اتبرعوا بمبلغ معين هتتحل أزمات كتيرة في مصر. هو بيحاول إن هو يشيل العبء إن الحكومة ولا كأنها مسؤولة على اقتصاد مصر وعلى المواطن المصري، ولكن الأمر وصل للتسول بهذا الشكل. يعني في تصريحات يمكن خليجية كانت قريب على أن مصر كانت واخدة، يعني التسول اللي حصل، الرز زي ما بنقول يعني في الإعلام على مدار السنوات اللي فاتت، ولكن هي ما قدمتش أو ما عملتش بعض المشاريع اللي هي كانت بتقول إن هي هتقوم بيها، لأن للأسف إحنا في مصر دلوقتي بيتم يعني دعم النظام على مدار السنوات اللي فاتت دي بحجج واهية، بحجج يعني مجابهة أو القضاء على الإرهاب، أشكرك. إن في
في مصر ان في امور كتير جدا، ولكن في فساد كبير جدا، في يعني قيادات عسكريه بيتم يعني دعمها بشكل كبير بحيث ان يكون الامن مستتب، في منصات اعلاميه بيتم دعمها بشكل غير مسبوق، لان لازم المزامير الاعلاميه دي هي اللي تطبل للنظام، وان هي اللي تدخل كل بيت من بيوت المصريين الغلابه او البسطاء أو الناس اللي هي ما عندهاش أي وعي، تحاول إن هي توصل لهم ما يريد النظام إنه يوصله. ولكن أنا شايفة إن الأزمات الاقتصادية رغم مرارتها، ولكن هي هتفوق الناس كتير جدا على اللي بيسمعوه في الإعلام. يعني هو لما هيفتح التلفزيون ويقول لك إن الدنيا كويسة وحلوة وجميلة والدنيا ربيع والجو بديع وهو حالته قرب الأسرة المصرية، فالناس يعني هي هتقارن ما بين ما يقال وما بين الواقع السيء اللي هم فيه. لكن احنا يعني انا عن نفسي دايما لما بتابع هذه الازمات فعلا، واي مصري بالخارج لما بنشوف الازمات دي، ما اللي في مصر دول اهالينا واصحابنا وجيراننا واصدقائنا وشعبنا، فاحنا فعلا على البؤس او العداوه بيننا وبين النظام على جرائم سابقه و الى اخره. ولكن اللي بيهمنا في هذه الفتره او هذه المرحله ان يكون في انفراج على الناس، ما تكونش الاسعار في الحاجات الاساسيه والسلع الاساسيه والتدهور الكبير جدا جدا في حياه الاسر المصريه. يعني احنا اللي يهمنا فعلا ان الاسر المصريه يتم دعمها باي شكل، لكن اللي بيحصل دلوقتي ترويج، في تخبط، في سياسات او رسائل كده نحس ان هي مسلسله بشكل كبير جدا. اذا يعني استنتجنا من المشهد هنشوف ان في ازمه، في ازمات جايه زي هم بيحاولوا يمرروها من خلال الرسائل الاعلاميه، ده حقيقه. لكن احنا يعني اللي يهمنا هو ان الشعب ما يقعش اكتر من كده من الناحيه الاقتصاديه. الجنيه المصري واقع بشكل كبير، حاجه ما حصلتش، ومع ذلك ما زالوا يعني بينكروا. يعني كان في تصريح امبارح للحكومه اللي بيقول احنا ما عندناش مشكله في الدولار، واحنا الامور احنا ما عندناش مشكله في اي حاجه، احنا ما عندناش مشكله في اي حاجه، احنا امورنا زي الفل. وده اللي بيروج ليه النظام والحكومة. أسماء شكر، الصحفية المصرية، شكرا جزيلا لحضرتك.